مباراة اتحاد بسكرة وضيفه اتحاد عنابة على أرضية ملعب 18 فبراير ببسكرة، الأرضية التي أعيدت زراعتها بالعشب الطبيعي. اتحاد بسكرة دخل بست عناصر جديدة، يتعلق الأمر بالخضر مسعدية بوشكريط حمزاوي دخية وكباري. من جهة اتحاد عنابة الطامح إلى لعب ورقة الصعود دخل بالمخضرمين القائد عادل معيزة والهداف زياي عبد الملك إلى جانب الجناح الطائر زياني نبيل وعمور سفيان. المباراة جرت في أجواء حارة جدا وأدارها حكم اللقاء السيد أمين صخراوي، واللقاء بدأ بضغط كبير من أصحاب الأرض تجسد في عدة محاولات، أخطرها كانت محاولة كبري التي صدها بن مالك بصعوبة. نلعب الدقيقة 25 وبعد هجوم معاكس وعمل رائع لزيان بلال وعمور سفيان، زيايا عبد الملك يجد نفسه في الوضعية المناسبة وعلى عادته لا يضيع أمثال هذه الفرص، يسجل ويوقع هدف اللقاء لصالح اتحاد عنابة وشوط أول لصالح الزوار. الشوط الثاني دخله بقوة اتحاد بسكرة في محاولة كادت تؤتي الثمار، رد عليها إشبال المدرب كمال موسى بقوة وبواسط ربيعي الذي اصطدمت كرته بالعارضة الأفقية. باقي الدقائق ضغط اتحاد بسكرة بقوة وضيع الكثير من الفرص، خط هجومه صنع كل شيء ولكن اللمسة الأخيرة كانت الغائب الأكبر والكرة رفضت زيارة الشباك في أكثر من مرة، وبداية متعثرة لاتحاد بسكرة وموفقة لاتحاد عنابة الذي قد تكون نتيجة اليوم بداية لخارطة طريق الصعود.